السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. جيتكم فيديو جديد فيه المشتريات ديالي اللي خديت ديال المكياج. كنت عملت لكم قبل فيديو فيه مشترياتي ديال المكياج، اللي مازال ما شافوها انا غادي نحط لكم في صندوق الوصف. ما تنساوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، ولا بغيتوا تعرفوا شنو خديت تبعوا معي الفيديو حتى الاخر. اول منتج خديت هذا البرايمر، هذا من هدى بيوتي. هذا كيدار قبل وضع المكياج باش داك الفوندو حتى ما ياثرلناش على البشره ديالنا، كنوضعوه قبل المكياج. ثاني منتج خديت هذا دي ماكيو، هذا من غارنيي، زوين. هذا كيصلح الوجه، العينين، الشفاه، كل شيء زوين. منتج اخر خديته هذا الجلوز، هذا من هدى بيوتي، اللون ديالو غزال صراحه. شخصيا كتعجبني لا مارك ديال هدى بيوتي. حاجه اخرى خديت هاد شرائح الشمع البارده للوجه. حنا البنات كنستعملوا الخيط، ولكن في حالات المستعجله انا كنفضل هاد الشرائح ديال الشمع. حاجه اخرى خديتها هاد الفاغاجو، هذا نيت من هدى بيوتي. منتج اخر خديته هذا من لاكس، هذا ملمع ومعطي الجسم صراحه. شخصيا كيحمقني، هذا كيخلي في الجسم ديالنا واحد اللمعه وواحد الرائحه، يا سلام. هذا من لاكس ونيفيا، من لا يعرف نيفيا. هذا الكريم هذا الجسم زوين. منتج اخر خديته هذا من هيمالايا، هذا غسول يومي للوجه. هذا كيفتح وكينقي البشره، هذا كنستعمله يوميا للبشره ديالي. منتج اخر خديته هذا كريم ايديال، هذا صراحه اول مره غنستعمله. هذا انتاج لبنان، هذا كيحيد الكلف، كيحيد حب الشباب، كيحيد شحال من حاجه. طريقه الاستعمال ديالو كنستعملوه بالليل، انا غنوريكم هكا كيجينا. كنستعملوه بالليل وفي الصباح كنغسلو بالصابونه ديالو اللي هي هذه صابونه ديال ايديال. صراحه مازال ما جربته، ولكن على ما عاودوا ليا زوين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.